السلام عليكم، حلقة جديدة من برنامجكم يوميات الحملة، أهلا بكم. اليوم هو اليوم السابع من الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية للاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه في السابع من شهر أكتوبر القادم. الحملة شهدت مجموعة من المهرجانات الخطابية في مختلف المدن والمسيرات التواصلية لمناضلي حزب العدالة مع المواطنين. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. مهرجانين خطابيين للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله بن كيران، وعشرات التجمعات الخطابية لوكلاء اللوائح ومسيرات تواصلية يومية هي حصيلة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في يومها السابع. هذه الحملة الانتخابية التي تمهد لثاني انتخابات تشريعية ما بعد دستور 2011 انطلقت في مختلف مناطق المملكة تحت شعار صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح. وأعرب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران في كلمته خلال المهرجان الافتتاحي يوم الأحد الماضي عن ثقته بتصدر حزبه للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن حكومته الحالية ساهمت في استقرار البلاد. وخطب رئيس الحكومة الحالية أنصاره الذين قدر عددهم ب20,000 قائلا إن حضوركم بهذه الكثافة دليل على أن حملتنا الانتخابية ستكون حقيقية وستتوج بالنصر. وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمة له في المهرجان الخطابي الذي أجراه أول أمس بمراكش على أن المغرب بلد آمن ومستقر ويجب الاستمرار في هذا المسار، مؤكدا على أن مستقبل ومصير المغاربة بأيديهم بعد الله تعالى إن عرفوا على من ينبغي التصويت في السابع من أكتوبر القادم. أقدم قائد المريجة بإقليم جرادة يوم أمس على منع مسيرة تواصلية لمناضل المصباح بالسوق الأسبوعي لولاد غزيل في إطار الحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من أكتوبر المقبل، مما أثار غضب أعضاء الحزب جراء هذا الإجراء التعسفي والغير القانوني. وحسب مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر قائد المريجة وهو يحاول منع مسيرة المصباح من التواصل مع رواد السوق الذي يقام صبيحة كل جمعة. شهدت كل من مدينة جرسيف ومدينة العيون الشرقية تنظيم مهرجانين خطابيين يوم أمس الجمعة حضره أعضاء الحزب ومناضلوها الذين يخوضون الحملة الانتخابية في جو من الحماس والتفاؤل الكبيرين جراء التفاعل الإيجابي من الساكنة مع حملتهم التواصلية. ولمزيد من التفاصيل عن أجواء الحملة الانتخابية بالجهة الشرقية ينضم إلي عبر الهاتف مراسلنا محمد شلاي. أهلا محمد. محمد، هل لك أن تقربنا أكثر من أجواء الحملة الانتخابية بالجهة الشرقية بشكل عام؟ نعم، يعني الأجواء الحملة الانتخابية بالجهة الشرقية سائر باقي جهات الوطن يعني تعرف ترحيب وحفاوة بالغة من طرف المواطنين، حيث تم استقبال المناضلين بالتمر والحليب، ومن عكس على نفسية مناضلي الحزب ورفع الروح المعنوية لهم وشكل لهم ارتياح وتفاؤل بتحقيق نتائج مشرفة جدا. فإدارة الحملة بمدينة وجدة مثلا ركزت هذه السنة على تعدد مقار الحملة وفتح نقاشات مع المناضلين مع المواطنين، وهو الحزب عدالة التنمية قوته تتجلى في أنه الحزب الوحيد الذي يوزع برنامجه الانتخابي وحصيلته في التسيير الحكومي ولوائح مرشحيه المحلية والوطنية. إضافة إلى ذلك أن الأسبوع الأول توج بمهرجانات خطابية بكل من رجيون سيدي ملوك بإقليم توريس، إضافة لمسيرة يومية في باقي المدن كوجدة وبركان وغيرها. الأسبوع الثاني سيتميز بتنظيم مهرجانات خطابية لقيادي العدالة والتنمية بوجدة وبركان، فمثلا بسيمة الحقاوي عضو الأمانة العامة ستكون يوم الثلاثاء والأربعاء، خالد الرحموني سيكون بالنظر يوم الاثنين، ثم عبد القادر عمارة يوم الاثنين كذلك ببعرفة. الحملة الانتخابية عرفت تجاوزات من طرف السلطة في شخص قائد المريجة، حيث تم استفزاز المناضلين ومنعهم من التواصل مع رواد سوق ولاد غزيل بإقليم جرادة الأسبوعي. شكرا محمد، مراسلنا من مدينة وجدة، إلى اللقاء.
بمدينة الراشدية تم تنظيم مساء أمس مهرجانا خطابيا أمام السوق البلدي المغطى بمركز المدينة من تأطير عبد الله الناوي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة الراشدية. المهرجان شهد حضورا مكثفا لمناضل الحزب والساكنة التي تفاعلت مع كلمات المرشحين وأعربت عن مساندتها للائحة المصباح. ونوه الهناوي خلال كلمته بالمهرجان بالمنجزات التي حققتها حكومة بن كيران في مختلف المجالات. من جهة أخرى عبر الهناوي عن استغرابه من سلوكات بعض أعوان السلطة وصفها بالمشينة والمسيئة للعملية الديمقراطية، داعيا السلطات إلى التزام الحياد وترك الأحزاب السياسية تتنافس وتقنع المواطنين بالتصويت للأصلح. واللحظة مشاهدينا نصل إلى فقرة أجندة والتي نذكر من خلالها بأهم مواعيد الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بمختلف المدن والبوادي. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج يوميات الحملة. أعود وألقاكم غدا في نفس الموعد وعلى نفس القناة. إلى اللقاء.